أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا
السماوات وما في الأرض أما إلى الله تصير الأمور وكذلك أوحينا تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نشاء نهدي به من نشاء في السماوات وما في الأرض وما في الأرض ألا إلى الله تصير كلا إنه
ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهب وما تشاءون إلا أن يشاء الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وعدد ما تريد أن نصلي عليه. اللهم ارحم فقيدنا اللهم ارحم فقيدنا اللهم اغفر له وارحم اللهم عافه واعف عنه اللهم أكرم نزله اللهم وسع مدخله اللهم جاف الأرض من تحت جنبيه اللهم اجعل عن يمينه نورا عن يساره نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا واجعله يا مولانا يوم القيامة بين عبادك نورا. اللهم اجعله في سدر مخضود وفي طلح ممدود وفي ظل ممدود وفي ماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم وسع له في قبره مد بصره يا ربنا اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعله يا مولانا حفرة من حفر النيران. اللهم عامله بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اغسله يا
مولانا من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. نقيه يا مولانا من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم شفع فينا وفيه القرآن، أكرمنا وإياه بكرامة القرآن، استرنا واستره بستر القرآن، ارزقنا وارزقه يا مولانا شفاعة النبي العدنان، برحمتك يا رحيم يا رحمن يا عليم يا علام يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا يا ربنا زيارة قبر الحبيب عليه الصلاة والسلام، وزيارة بيتك الحرام وزيارة بيتك الحرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم آمن رواتنا، استر يا رب عورتنا، اشف مرضانا يا رب، ارحم موتانا يا رب، نستر ولايانا، انزع الغل والحسد من صدورنا، رب لنا أولادنا. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة نسير بها على السنة ونبخل بها إن شاء الله الجنة. الفاتحة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا مع طب القلوب وشفاء الصدور، عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل على ضوء القرآن الكريم. طلع علينا قارب جمهورية مصر العربية والبطوط محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ محمد المشادي القارئ المقيم بقرية مليك. نقلناها لكم أيها السادة، هندسة صوتية وإنارة كهربية ومخازن فراشة جمهورية مصر العربية، كتلة بطوطة لصاحبها المتوكل على الله الحاج عاشور النحتة وأولاد مدينة شبين الكون، المحل بميدان مجلس المدينة،
أي السادة المعزين الكرام للفقيد الرحمة والأهلي السادة سلوان الذي انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء يا عزيز سنة الله في خلقه ولم تجد لسنة الله تبديلا. يا السلام عليكم ورحمة الله.